رح نكمل بأجواء النشاط والانتعاش وأيضاً العناية بالجسم. تحتاج البشرة لعناية يومية لتبقى نضرة وبكامل رونقة وإشراقة، ولمنع إصابتها بالعديد من المشاكل مثل الرؤوس السوداء مثلاً. اليوم الاختصاصية الكيميائية والحرفية الأستاذة أريج العلي معنا لتساعد كل الصبايا بتحضير مواد طبيعية ومناسبة لبشرتهم. وآية صارت موجودة معها على الطاولة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. ما فيك تكوني معنا غير، ودائما نرجع نذكر كل مشاهدينا بأهمية استخدام مواد طبيعية على بشرتنا، ونبعد شوي على كل القصص اللي هي مصنعة وداخل فيها مواد ما بنعرف شو هي. فبداية خبرينا لما نحكي على البشرة والعناية بالبشرة، ليش دائما لازم نركز على الأمور الطبيعية أكثر؟ هلا الأمور الطبيعية، هلا حول الأنثى لسلعة، لأنه تكون دائما عم تشتري عم تشتري عم تشتري. هيك صار البني آدم على طول، إنسان مستهلك، قد ما فيه يشتري. بدها تشتري صبية صارت تونر وتونيك وبرايمر وفاونديشن وكونسيلر وواتيفر، هدول القصص كلهم. فأنا دائما بنصح بالبساطة، وبنصح أكيد بالطبيعية، لأنه المواد الطبيعية هي مواد خالية من المواد الحافظة، آمن تفوت على العين، ما إلها تأثيرات على الجسم البني آدم، تأثيرات سلبية ولا تأثيرات على هرمونات البني آدم. فأكيد بدي أحكي كنت بالأول عن الفرق بين التونر والتونيك. وفي شيء كتير أشياء بتنبخ على البشرة مثل تونر تونيك، كمان الفريشنر والميست، وهدول كلهم تسميات لمستحضر. هذا المستحضر يستخدم على قطنة لإزالة الزوائد من الزيوت والميك اب أو من آثار الصابون. فنحن لازم نحرص أنه يكون هذا التونر طبيعي 100% وما فيه مواد حافظة، لأنه بيعمل جفاف بالبشرة مو طبيعي أصلاً. يعني تحديداً لما نستخدمه كتير صبايا عن جد بصير عندهم جفاف بالبشرة من ورا. فهون نحن بنجي للموضوع أنه نحن حنلاقي شيء بديل طبيعي. هلأ البديل الطبيعي المحترف الاحترافي، يعني هو أنه نلجأ للصيدليات نجيب المقطرات من الماء الورد أو النارنج أو البابونج أو العترة أو حتى الخزامة. عندك كمان حشيشة الليمون، إكليل الجبل، كلهم هدول الأعشاب الماء المقطر منهم هو ماء عقيم. هو أثناء التقطير الزيت العطري من هاي الأعشاب بينتج ماء، هاي الماء بيكون منحل فيها جزء صغير من الزيت العطري، هو بيحفظها، مو بحاجة أنه نضيف عليها مادة حافظة. فهذا يستخدم كشرب لعلاج كثير أمراض بالجسم، أو يستخدم على البشرة لعلاج الوردية، الإحمرار، الحساسية. ما ممكن يسبب أي، مناسب لكل أنواع البشرة، مناسب لكل أنواع البشرة. وما فيه مواد حافظة ولا فيه أي مواد إضافات تانية. أنا بنصح صبايا كشيء احترافي يلجأوا لهذا النوع الآمن أنه ينبخ جوا العين. البديل الطبيعي اللي ما هو موجود، يعني اللي موجود بالبيت إذا الصبية ما بدها تروح تشتري شيء، وهذا الحل الأنسب يعني، هذا عم نحكي عنه. ايه تمام، هذا اللي عم نحكي عنه. تلجأ الصبية لهدول الأعشاب اللي نحن عم نحكي عنه، فرضا بابونج أو حتى الشاي الأخضر، نحطهم بمي سخنة، نفسه مثل كأنه نحن عم نشربه، نحط الظرف بمي سخنة والناتج عنه هاد بنمسح فيه بشرتنا. بيمسح، يعني بيكون له تأثير مضاد التهاب، بيكون له تأثير، بيمسح الزيوت الزايدة من البشرة اللي بتفرزها البشرة، بيصغر المسام الواسعة، بيعقم البشرة، بيمنع الحبوب. نحن فينا نعمل مثلا بمقدار كبير ونحطه كله بعلبة وهيك، ولا هذا غلط؟ برافو، غلط 100%. لأنه هاي المستحضر الماء العادي لما بنغليه نحن وبنحطه على النار ما بيتعقم، بيكون لسه فيه، لازم بأرضه يعني عملناه هيك فورا نحطه. الشيء اللي عملناه هلا، اعملي فرضا شيء بدك تشربيه، شيلي جزء منه ومسحي بشرتك فيه قبل ما تحطي له سكر. اكيد. فهذا فيكي انه تستخدميه فورا بيومه. في كثير صبايا بتغلط وبتفكر انه انا بدي ينقع لبان الذكر. هو لبان الذكر شيء رائع للبشرة، مضاد شيخوخة، بيعالج التجاعيد، بيعالج الالتهابات بالبشرة، وبشد البشرة. بس مو انه تستخدميه وتعملي كمية كبيرة وتحطيها ببخاخ وبعدين وضل شهر وضللش شهر بباب البراد. لا، هي كلها صارت مستودعات جرثومية. ما بصير تستخدمي، لانه هذا عن جد كثير بنشوفه. على فكره حتى اللي بنلاحظه كثير ناس من اليوتيوبرز وهالقصص لما بيعملوا هاي الخلطات من عن جد بيتركوها، فيمكن ضلت عنا انه نحن اي شيء بدنا نعمله لا بنخبيه وبنتركه وبنضل عم نستخدمه على وقت طويل. هلا احنا بدنا نستغل الوقت قدر الامكان لنحكي ايضا عن مشكله بيعانوا منها
لكثير من الصبايا وايضا الشباب اللي هي موضوع الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء. اوكي خلينا نحكي هيك بشكل مختصر قدر المستطاع موضوع الاسباب، موضوع احنا كيف ممكن نلاقي هي البدائل الطبيعيه اللي نعالج فيها الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء هي نتيجه عن انه الصبيه ما بتغسل مكياجها منيح او عندها تراكم زيوت معين ببشرتها، ما غسلت بشرتها بشكل صح، بعدين كمان ما حطت. انا ليش عم نحكي عن الرؤوس السوداء بنفس اليوم اللي عم نحكي فيه عن التونر؟ لانه بعد ما الصبيه تغسل بشرتها بالصابونه ضروري تمسح وجهها بالتونر لترجع البي اتش تبع البشره، الحموضه تبع البشره لترجع للـ5.5، فبالتالي ما بقى تكون البشره جافه، ما بقى تضطر انها تفرز زيوت زياده. هي الزيوت الزياده هي رح تسكر المسام ورح تسبب لها رؤوس سوداء. كمان الصبيه اللي ما بتقشر بشرتها بشكل اسبوعي مره كمان بيصير عندها معرضة أكثر، لأنه يصير عندها رؤوس سوداء، لأنه الرؤوس السوداء هي تراكم جلد ميت فوق الطبقات اللي عم تطلع فوق طبقات الجلد اللي هي بتجي بدها تفرز الزيوت لتطلع. تمام. بتلاقيها مخنوقة ما عم تقدر تطلع، فبتبلش تشكل رؤوس سوداء وتعبي فيها. والتقشير كنت نحن عاملين، كنا نتذكر مرة ماضي حكينا كان كله كامل على موضوع التقشير، بس ذكرينا كل إمتى وإمتى نحن لازم نعمل تقشير؟ مرة بالأسبوع ضروري الصبيات تعمل تقشير لبشرتها. التقشير الطبيعي اكيد مو الكيميائي، مو اللي بيشيل طبقات من البشره كمنتجات كيميائيه. تمام. لا انا بلجا للشيء الطبيعي اللي بيشيل بس الطبقه الميته وبحفز الترويه الدمويه بالبشره، وحكينا يومتها عن اهميه الكركديه. صحيح. الكركديه رائع كمقشر للبشره، بتمنى من كل صبيه انها تستخدمه او حتى تمسح وجهها فيه. اذا التونرات الطبيعيه اللي انت بتقدري تستخدميها هي البابونج، الشاي الاخضر، اي اعشاب المليسه، حتى اعمليهم بالبيت وبعدين شايفه هدول دوائر القطن حطيهم بالمي هيك. اوكي. وبعدين حطيهم بصحن وبالفريزر وحطيهم على مسحي كل وجهك فيهم. اوكي. كثير كثير بيعطي تاثير رائع للبشره، وطبعا ضروري انه تستخدمه الصبيه مثل ما هنن هيك نحطهم على وجهنا. مو ضروري، فينا حتى على عيوننا نحطهم. كثير بيروح الانتفاخات، بيروح السواد، بحفز الترويه الدمويه تحت العين، بيمنع الاحتباسات اللمفيه اللي هي بتسبب الانتفاخ. أوكي. تحت العين. كمان الرؤوس السوداء نفس الطريقه هاي بس وهي سخنه وهي باردة. تمام. هذا الفرق. تمام. أوكي. لما بتحطي الدوائر هدول والمي بتكون سخنة حطيها على أنفك فرضاً، يعني بتفتح المسام، بتقدري إنك تشيلي تنطفي الرؤوس السوداء بشكل. أوكي. أحسن، نتيجة إنه أنت وسعتي المسام اللي بالأنف ونظفتي هاي المنطقة، فبالتالي طرت المنطقة بتصير تنضف بسهولة. بعدين بعد ما بتخلصي تنظيف الرؤوس السوداء حطي هي القطن اللي بتكون مسقعة لحتى ترجع تسكر المسام الواسعة. اوكي. لا حلوين حلوين سهلين هيك حفظناهم. لازم نكون اوكي. هدول بينفعوا لكل الحالات، لكل انواع البشرة، وهذا الشيء نحن اللي دائما يمكن منركز عليه. واكيد كمان الصبية دائما بنصحها انها تغسل وجهها بالصابون الطبيعي المعمول من الزيوت الطبيعية الخالي من السرفكتنتس او يعني الخالي من المواد المستحلبة او خالي من المواد اللي بتكون فيها سلفات. صابون حليب الماعز، صابون الرمان، صابون الفحم الطبي النشط، صابون طين البحر الميت، وتلجأ اذا مو على بالها أن تعمل هاي البروسيس الطويله، خصوصا نحن كمرأة عائله عامله كلياتنا مشغولين، بنصح انه تلجا للشيء الصيدلاني اللي هو بينشرب. أوكي. اللي بينشرب واللي بينحط على البشره وبينحط جوا العين بدون اي استفاده هيك بتكون. تمام. في كثير صبايا بتسالني انه ميه الورد ليش مو لونها زهري؟ اللون الزهري. صح، لونه زهري. صدقا اللون الزهري هو ملون ومحطوط يعني كرمال الدعايه، مو انه محطوط. هو بس انه منظر، على فكره انه عن جد المنظر بيلفت لما يكون لونه زهري. بتفكر الصبيه لا. صح. اي زهر شو ما كان نوعه هذا الزهر عم يتقطر بشكل طبي تقطير، ما بيطلع اي لون لإله، بيطلع شفاف، حتى اذا انخض ما بيطلع رغوه مثله مثل المي، مو مثل اللي بيكونوا. صح. اللي بيكونوا مستحلبين وبحطوا لهم الفراجرنس الاسانس العطري مع مواد مستحلبه مع كحول وبيبيعونا اياه بالصيدليات على اساس انه هو ماء ورد. مو سوري، مو بالصيدليات، بالاماكن التجاريه. يعني لا، انا بنصح دائما بالشيء اللي هو بينشرب بيكون اكيد 100% بيكون طبيعي. شيء طبيعي. طيب اوكي، كونه كنا عم نحكي شوي على موضوع الرؤوس السوداء، هذا الحكي نحن كل امتى كمان وامتى بنعمله؟ هذا بنقدر نعمله بشكل يومي بحال الاشخاص عنده الرؤوس السوداء؟ في ناس بيكون يمكن
ما بيقول لك انه ممكن ما تزبط معي هاي القصه، فانا بيروحوا يمكن لامور ثانيه ومراكز تجميليه لحتى يمكن تعالج هذا اوكي الموضوع. هلا اي حتى لما بتروحي لعند المركز التجميلي بيقول لك انه هذا التنظيف كثير جائر على البشره. أوكي. التنظيف اللي بيعملوه الفيشيال وهدول القصص هذا التنظيف جائر، ما بصير الصبيه تعمله اكثر من مره كل 3 شهور. اما بالبيت قد ما بدك حطي انه مره بالاسبوع، حطي المي هي الرقاقه السخنه بتكون تمام. حطيها على الانف او على اي منطقه، او حتى اذا بدك بشكير كامل اذا في بسور بكل وجهك. طبعا ما بيكون ما بصير يكون في كثير حبوب وحساسيه بتتهيج بزياده. اما لما بيكون فقط انه قصه ترطيب وبسور، تمسكي المنشفه بتبليها بهيدا الزهورات اللي هي سواء كانت بابونج او شاي اخضر او مع بعض او اكليل جبل، وتحطيها على بشرتك تمام. بتتسخن البشره بتصير طريه قادره انك انت تنظفيهم. بعد ما تنظفيهم تمسحي وجهك بالتونر الطبيعي او بهي نفسه بس بارد مسقع مشان ترجع تسكر المسام. يعني دائما نستمتع بحديثنا معك، اهلا وسهلا فيك استاذه اريج، وبانتظارك ان شاء الله بلقاءات قادمه لنحكي ايضا بمواضيع ثانيه. هلا بدنا نرجع